نشوفوا الحاله ديال الام ديالها كيفاش كتعيش بعد ما توفات الابنه ديالها اللي في عز الشباب ديالها 14 سنه. صعيب ان شي ام تقبل مثل هذه الفاجعه هذه. اذا نبقاو معنا اخوان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ولدي كيفاش تقبلت يا امي مشي ولدي انا باركه في الدار سد عليا بابي ديت بنت بنتي للمدرسه وما تدقوا عليا الجيران قال لك بنتك راه ميته في الشانطي. كيفاش قلت الميته بنتي في الشانطي؟ طلعت ولدي ما تقبلتش هذه الحاله وطلعت ولدي على رجلي نجري كنحبوا على يدي ورجليا لقاني واحد مول الكراويله هزني وكيعرف ولدي قال لي يا زيده خالتي هزني وحطني حدا بنتي لقيت سوق ربي العالمين ويمي هيدا في الشانطي ونطلبو ونترجم وقلتلهم خلوني نشوف بنيتي قالوا لي لا وهي تقول واحد المره جارتي قلت لهم لا خلوها تشوف بنيتها هذه اخر مره غتشوفها ما غتبقاش تشوفها الوادع وشديتها وسلمت عليها وما بقيتش ولدي عاقل على راسي هذه الحاله اللي طرات ليا ما صبرش على بنيتي. كيفاش واحد الحاله ما نعاودش لك عليها كلها مساكينه كلها دمايت غير دمايت وشاده شكيرتها في يدها وشاده كمامتها في يدها والملطوب مليون حداها وهي مغطيه ولدي انا بغيت من المخزن يعطيني حق بنتي ويخرج ليا بنتي ما يطولش ليا رانا تمحنت في بنتي وتعذبت بنتي وهي اللي عندي كسامة ترجعها تكون طبيبة وتكون لي مهندسة وتشرب لي دوايا وديرها مع العملية الخاصة هي تشرب لي دوايا وهي تكون مية وأنا كنترجع فيها شحال من حاجة شحال من حاجة نترجعها فكان هادي كنطلب الله المجرم اللي ضرب لي بنتي كنطلب الله يشدو حتى هو يعدمو يعدمو كيما عدم لي بنتي وهو شي شي هو الهوب ونكراو الغادي الولد كيفاش قدر هي تتقلب في الشانطي عمومي خارجه من الدراسه ديالها دايره الخمار من الساعه الصلاه ودي نخرج نصلي مع الفجر تقول يا ماما تانا نغني نصلي معاك ما تخرجش للمدرسه تتصلي عمر الزغبه ما بانت ليها من شعرك ديما مزينة الزين وتدخل المدرسة بالزين وتخرج بالزين تقول يا ماما بغيت ندير الخمار ما نبقاش يا ماما هكاك وانا نطلب من مالي سيدنا يعطيني حق بنتي الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا يعطيني حق بنتي.